المطرب احمد زكريا، بنرحب بيك معانا. يا اهلا وسهلا، اهلا بيك. النهارده في مهرجان ليدي فاشون، شايف ازاي مهرجانات الفاشون ممكن تدعم السياحه وتدعم المراه حتى في مصر؟ والله هي حاجه كويسه، وبرده هي احلى حاجه ان احنا بنشوف الناس كلها الحلوه، وفي اجتهادات جامده شايفها بتدعم طبعا في الفكر. يعني الموضه مطلوبه، بس الموضه اللي تليق علينا، الشياكه حلوه في كل حاجه برده، يعني لو عارف اهتمام المراه بنفسها، الجمال مطلوب يعني في كل حاجه يعني. بس لو اتكلمنا بقى شويه عن الغنى بتاعك، فينك بقالك فتره طويله، بورسعيد خدتك مننا وما بترجيش القاهره كتير، فين حفلاتك، فين اغانيك؟ والله انا مش بورسعيد طبعا، بورسعيد بلدي بفتخر بيها، لكن بالعكس انا كنت بعمل حفلات راس السنه في دبي، وبرده كان عندي حاجات في الامارات كتير. بس الفكره كلها ان بعد فضلت قاعد في الامارات مش عارف اتحرك عشان فتره كورونا، واول ما المطارات فتحت رجعت مصر الحمد لله. ايه جديدك بقى في الفتره الجايه؟ جديد الفترة الجاية بإذن الله في ميني ألبوم عبارة عن 5 أغاني، وفي سنجل، أول تعاون بيني وبين شركة لايف ستايل ستوديوز، فخور بالتعاون مع منتج كبير فنان زي الأستاذ فهد الزاهد، فخوري طبعا طبعا، فخور بالتعاون معاه ده بجد، لأنه منتج بيقدر شغله وبيقدر الفنان بجد، شركة محترمة راقية فوق الوصف، مهما اتكلمت مش عارف اديهم حقهم. انا بشكره من هنا، بقول له شكرا لثقتك فيا، بشكره ان الحمد لله رب العالمين، ان يعني عملنا اغنيه ان شاء الله هي تجربه جديده، وان شاء الله تنال اعجابكم. واحنا قائمين على شغالين بقى مع مين ملحن، مين كلمات، توزيع الحان بلال سرور، توزيع رامي سمير، كلمات صابر كمال. طبعا انا شاعر، انا مبسوط جدا، انا بحب كلمته. عايز اقول لك ان انا يعني برضو كنت سعيد بالكورة ده جدا جدا جدا، وقدموا لي اغنيه حلوه زيهم، كل حاجه بيعملوها حلوه زيهم بجد. انا بشكرهم، هم اصدقائي، انا يعني بحييهم من هنا، وان هم ما بيخرش عليا بالجد ولا بال، يعني انا متعب في شغلي هم استحملوني. يعني وعلى اغاني ايه بقى؟ نعم، الاغاني كلها تفاؤل، عشان الناس لازم تفرح، عايزين نفرح الناس. بتجنن لما تعدي، ولا عايز تاخد ولا تدي، كل كلامك علم تغطي وبعدين وياك كده يعني. صبح على احمد زكريا. وانا بصبح عليكم، واشكرك يا استاذ محمد، واشكرك على مجهودك، وانا متابعك.